بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا حبيب الله. السلام عليك أيها البشير النذير والسراج المنير الطهر الطاهر والعلم الزاخر المنصور المؤيد والمصطفى الأمجد حبيب قلوب العالمين يا رسول الله. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. أتبكي على رسم بدارة ثهمدي عفته الليالي فهو كالوشم في اليد وتصبو إلى تذكار مسرح لذة وملعب أفراح لشاذ وأغيد لك الويل فاعزب عن ضلالك واتخذ من الحزن سربالا لوجد مجدد فلست ترى والله ما عشت فادحا هيا بأعظم من رزق النبي محايا نعته إلى يا علياه علياء نفسه هي وعزى به التوحيد كل موايا وهم بآية يوصي بثقليه قومه وهم فيما يريد بما يا
رسول الله يقول لهم آتوني بدوات وكتف لأكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدي أبدا. وإذا بذلك الرجل ينطق بتلك الكلمة التي لما سمعها رسول الله أغمي عليه من ساعته وقال أناس ظل يهجر أحمد ونجم هوى ما ضل بل وحي مرشدي وكم غصص قد جرعوه أقلها ليشعل نارا في حشايا كل جايا المدي إلى أن قضايا فانقضت الشهب للثرى لتوديعه في بنتنا عش وفايا أرقدي قضايا نحبه فلتنتحب لافتقاده أرامل كانت منه في خير ما يسندي قضى فانقضت الشهب للثرى لتوديعه في بنتنا عش وفرقدي وقام يعزيه إلى عالم السماء أخو الوحي في نوح الحمام المغرد ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. طيب أفواهكم بالصلاة على محمد وآل محمد. عظم الله أجورنا وأجوركم أيها الأحبة بمصيبتنا برسول الله صلى الله عليه وآله، مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام، حتى عد اليوم الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وآله يوما رمزيا للحزن والكآبة، فإذا أرادوا أن يكشفوا هولا مصيبة من المصائب يذكروها أو يشبهوها باليوم الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وآله. وكيف لا يحزن هذا الكون من أوله وآخره، وإنما خلق بنور وجهه الشريف، وذلك بقول النبي صلى الله عليه وآله وهو يخاطب جابر يقول له يا جابر اعلم أنه أول ما خلق الله نور نبيكم صلى الله عليه وآله. هذا الكون من أوله وآخره مدان للنبي، وقد أكد القرآن على هذه الحقيقة من خلال قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة
للعالمين. اختلف المفسرون حول معنى العالمين في هذه الآية، ماذا يقصد القرآن بقوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ فمنهم من قال العالمين هنا يقصد بها كافة العوالم كلها، النبي يمثل فيها رحمة، عالم الجن، عالم الإنس، عالم الملائكة، عالم الحيوان، عالم البحار، الأنهار، الجبال، عالم النبات، كل أنواع العوالم يمثل النبي فيها رحمة. وبعضهم قال لا، عالمين أي العوالم التي يقطعها الناس، يقطعها الإنسان منذ عالم الذر إلى عالم الأصلاب، إلى عالم الأرحام، إلى عالم الدنيا، إلى عالم البرزخ، إلى عالم يوم القيامة، وإلى الجنة أو النار. فهو يمثل رحمة في كافة هذه العوالم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لا شك ولا ريب، من بعثه الله رحمة ووسد في ثراه يشعر كل إنسان وكل كائن بمقدار الحزن العظيم الذي يلم به ويعتصر قلبه لفراق هذا النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. نسأل الله بهذا المصاب وبهذا الحزن الجليل أن يكشف همومنا وغمومنا، يقضي حوائجنا، وييسر أمورنا، ويرد علينا غرباءنا، ويفك أسراءنا، ويمن بالشفاء على مرضانا ببركة محمد وآل محمد. معلوم عندكم أيها الأحبة أن أي خطاب في القرآن الكريم فإن المخاطب به بالدرجة الأولى هو النبي صلى الله عليه وآله. إذا شوف خطاب في القرآن فإن المقصود بهذا الخطاب هو النبي، إلا ما خرج بدليل. عندما تقرأ قوله تعالى وقل رب زدني علما، المخاطب النبي، قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق، وما أدراك ما هي، وما أدراك ما ليلة القدر. هذه كلها خطابات من القرآن المعني بها هو النبي صلى الله عليه وآله، إلا ما خرج بدليل. بعض الخطابات القرآنية ليس المعني بها رسول الله، مثلا عندما تمر على هذه الآية من سورة الدخان، ذق إنك أنت العزيز الكريم، هذا نوع من أنواع التهكم والسخرية من قبل زبانية جهنم إلى من سيدخل في نار جهنم، نوع من أنواع السخرية، يخاطبون يقول له ذق، خذ من هالعذاب هذا، ألم تقل أنت في دنياك أنك عزيز وكريم وقوي وصاحب منعة، الآن أنت تتلظى في نار جهنم، هذا خطاب، ذق، خطاب، لكن ليس المقصود به رسول الله، هذا خرج بدليل. أمير المؤمنين يقول القرآن الكريم إنما نزل بهذه الطريقة من باب إياك أعني واسمعي يا جارة، خطابات للنبي صلى الله عليه وآله، بس قابل أن تسرى على الناس لا سيما التي فيها الوعظ والإرشاد والتوجيه والتربية والقيم والأخلاق. هذه مو تشمل فقط النبي، هذه الخطابات لا، وإنما تشمل حتى غير النبي. الخطابات العقائدية، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الناس، هذه خطابات أيضا يمكن أن تسرى على الناس، يعني أنا وإنت بعد مخاطبين بها، وإن كان المخاطب بها بالدرجة الأولى هو النبي. هناك نوع آخر من الخطابات القرآنية لا حصرية لرسول الله صلى الله عليه وآله، النبي هو المعني بهذا الخطاب ليس غيره، مثل الآية التي بدأت بها، بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك، آية من سورة الانشراح أو تسمى سورة الشرح، خطب بها النبي صلى الله عليه وآله لتضميد قلبه الذي بذل كل طاقته من أجل أن يرفع هذه الشعوب وهذه البشرية من براثم الشرك والضلال والجور والحيف والظلم والكفر والشرك، زين، فبذل كل طاقته وبذل كل غال ونفيس وتكبد الأتعاب والآلام والأوجاع والهموم النفسية والآلام الجسدية. الله جل وعلا أراد أن يسلي قلبه،
مثل ما قال في قوله تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم، هذه من باب تضميد قلب النبي صلى الله عليه وآله. مثل قوله تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، زين، هذه أيضا سورة الانشراح كأنما نوع من أنواع تضميد قلب النبي ورفع معنوياته الشريفة. من ضمن آياتها هذه الآية ورفعنا لك ذكرك. السؤال هنا بعد هالكلام كله سؤال، ما هو، ما المقصود بقوله ورفعنا لك ذكرك؟ يعني شنو ارتفع ذكر النبي صلى الله عليه وآله؟ ما المقصود برفع ذكر رسول الله؟ يا رسول الله لقد رفعنا لك ذكرك، ذكرك مرفوع يا رسول الله، ذكرك باقي، بس ماذا يقصد القرآن بقوله ورفعنا لك ذكرك؟ اجتهد المفسرون وخرجوا بعدة أقوال، نلملم هالأقوال هذه في عدة نقاط. القول الأول وقد ذكره صاحب تفسير الأمثل قال المقصود بقوله ورفعنا لك ذكرك أي ارتفع ذكرك يا رسول الله مع ذكر الله جل وعلا في الأذان والإقامة والتشهد وشهادة الإسلام، أينما تتشهد بالشهادة لابد أن تتشهد أيضا للنبي بالرسالة، ما تقول أشهد أن لا إله إلا الله إلا وتلحقها مباشرة بالشهادة لرسول الله صلى الله عليه وآله. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث قدسي مختصر يقول نزل علي جبرائيل في يوم من الأيام فقال يا محمد العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك إذا ذكرت، يعني الله جل وعلا تاء النسبة، إذا ذكرت ذكرت معي يا محمد. اللهم صل وسلم. وبالفعل هذا واضح وموجود، إذا أذن المؤذن ارتفع صوت الأذان من فصول الأذان أشهد أن لا إله إلا الله ومن بعده أشهد أن محمدا رسول الله، في الإقامة كذلك، في التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده رسوله. إذا إنسان يريد يدخل الإسلام تقول له تشهد الشهادتين، هذه بوابة الإسلام. شنو الشهادتين؟ يشهد لله بالوحدانية ويشهد للنبي صلى الله عليه وآله بالرسالة، إذا ذكرت ذكرت معي يا محمد. اجتهد الناقمون والحاقدون والذين يريدوا أن يتربصوا برسول الله الدوائر أن يخفضوا ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله، بس ما تمكنوا، حتى قال قائلهم القول المشهورة إلى مروان بن الحكم يقول لقد ولي الأول صد فلان زين وراح ولا يحسن من ذكره إلا أن قيل فلان وجاء بعد فلان من بعده حكم راح الثالث كذلك وهذا ابن أبي كبشة يقصد النبي صلى الله عليه وسلم لا زال ذكره على المآذن وفي المنابر إلا دفنا دفنا، يريد يدفن ذكر النبي صلى الله عليه استطاع ما تمكن. ورفعنا لك ذكرك، يقول المفسرون يقولون هذا جعل تكويني وجعل تشريعي. يعني شنو جعل تكويني وتشريعي؟ يعني تكوينا إرادة إلهية أبقى ذكر النبي صلى الله عليه وآله، وتشريعا أيضا تشريع إلهي، الأذان هذا تشريع من الله جل وعلا حافظ على بقاء ذكر النبي صلى الله عليه وآله، وصار ذكر الله مردف بذكر النبي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. ورفعنا لك ذكرك، هذا القول الأول. قول الثاني عند المفسرين قالوا ورفعنا لك ذكرك بمعنى أن ذكر النبي مقدس مرفوع له رفعة خاصة قدسية لذكر النبي صلى الله عليه وآله، تتجلى في عدة أمور. أمر الأول قدسية اسم النبي صلى الله عليه وآله، اسم الرسول الأعظم له قدسيته الخاصة. تصور عندك أنت أسماء كثيرة بإمكانك تختار أي اسم، لكن الحديث يقول خير الأسماء ما عبد، أفضل الأسماء بلا منازع ما في شيء بعد يتفوق عليها، ما عبد وحمد، يعني أسماء النبي صلى الله عليه وآله أحمد ومحمد ومحمود، هذه أفضل الأسماء.
حتى قال علماؤنا أنه لو أراد إنسان أن يسمي ولده بغير اسم محمد ما بيسميه محمد، بيسميه باسم ثاني، لا أقل أول أسبوع من الولادة يسميه باسم محمد تيمنا بذكر رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن قدسية اسم النبي هذا أولا. اثنين، قدسية مقام رسول الله صلى الله عليه وآله بحيث إذا ذكر ارتفعت الأصوات بالصلاة على محمد وآل محمد. وهو صلى الله عليه وآله يؤكد على هذا الأمر، يقول أبخل الناس، منو أبخل الناس؟ اللي ما يطلع ربي من مخبه هو هذا؟ قال لا. اللي ما يصرف؟ لا. عجل، من هو أبخل الناس؟ قال أبخل الناس من ذكرت عنده فلم يصلي علي. إذن قدسية ذكر رسول الله واسم النبي، هاي اثنين. بعد ثلاثة، قدسية مقام رسول الله صلى الله عليه وآله، له مقام خاص. صور الأئمة إذا ذكر اسم النبي يقومون إجلالا لذكر رسول الله، مو المسلمين، مو عفوا مو الأئمة سلام الله عليهم، لا لا لا، حتى من لم يكن من أهل التشيع. مرت عليك ذكر الرواية المعروفة المشهورة ويذكرها مؤرخ تاريخ سيرة أبي عبد الله الحسين، لما جاءت هند إلى من؟ جاءت إلى الخربة التي فيها زينب سلام الله عليها، وجابوا لها كرسي وقعدت على الكرسي وصار يروح عليها بريش النعام والطاؤوس وقعدت. من أي البلاد أنتم؟ قالت لها زينب من المدينة. قالت أي المدن؟ مدن كثيرة. قالت مدينة النبي، تقول الرواية، فنزعت الكرسي وجلست على الأرض احتراما لذكر مدينة النبي صلى الله عليه وآله. الأئمة سلام الله عليهم كانوا يهتموا بقدسية اسم النبي صلى الله عليه وآله ويرفعوا من شأنه. انتشر واتساب أمس واليوم معروف انتشر، وصور أحد ما وصل إليه هذا الواتساب، وبالفعل ترى هذا مستند إلى مصدر، روايتين مستندتين إلى مصدر. الرواية الأولى، دخل رجل على الإمام الصادق سلام الله عليه، قال يا رسول، يا ابن رسول الله، لقد رزقني الله ولد. قال بارك الله لك فيه، سميته؟ قال أسميته محمد. تقول الرواية لما سمع الإمام الصادق اسم رسول الله قال محمد محمد محمد، وأوطأ أو كاد أن يلصق خده بتراب الأرض لذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم. رواية ثانية مضمونها هكذا أيضا عن الإمام الصادق، إذا سمع إبليس المنادي يقول محمد أو علي، يا محمد يا علي، شو صير فيه؟ قال ذاب كما يذوب الرصاص. شايف الرصاص شلون ذوب؟ غير إذا تعرض إلى موقد، إلى حرارة، إلى درجة حرارة مرتفعة مثلا، رأسا يذوب، يتحول من حالة الصلبة إلى حالة السائلة. هالشكل يصير وضعية إبليس إذا سمع المنادي يقول محمد أو علي. قدسية اسم النبي صلى الله عليه وآله، ورفعنا لك ذكرك. أهل البيت سلام الله عليهم دائما وأبدا ينصحوا شيعتهم مواليهم أن يسموا أبناءهم بأسماء رسول الله صلى الله عليه وآله بالدرجة الأولى. دخل جابر بن عبد الله، عفوا، دخل أبو بصير، هذا المعروف الشخصية، أبو القاسم الكوفي، أبو بصير دخل على الإمام الصادق مرة من المرات، قال له يا ابن رسول الله أنا لي إليك حاجة وأريدك تدعو لي فيها. قال تفضل. قال إن زوجتي تركتها في الكوفة وهي حبلى، وما أدري وش في بطنها، ما أعرف، والآن راح أرجع، خلصنا من زيارة والمناسك وأريد أرجع مرة ثانية إلى الكوفة، بس سيدي اسأل الله أن يبشرني بمولود. الإمام الصادق تبسم في وجهه ثم قال له سيرزقك الله مولودا وهو من شيعتنا فسمه محمد. سمى بهالاسم، هذا اختار الإمام له الاسم لقدسية اسم رسول الله، ورفعنا لك ذكرك. ذكرك يا رسول الله مرفوع من خلال اسمك ومقامك عند الله جل وعلا. هذا قول أيضا من أقوال المفسرين.
قال الثالث قالوا المقصود ورفعنا لك ذكرك أي جعلنا ذكرك باق إلى يوم القيامة لا يأتي بعدك نبي. خلاص بعد خاتم الأنبياء هو رسول الله صلى الله عليه وآله. معروف عندكم أن كل نبي يأتي زين ينسف ما قبله من الديانات وخلاص. بعد نبي الله عيسى هو آخر الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وآله، مجرد أن بعث رسول الله بعد ولا نبي بعدي، ما عنده ما بعده نبي، فبقي ذكره باق إلى قيام الساعة. حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة، بعد ما في أحد يأتي بشريعة أخرى، فهو مرفوع وباق إلى قيام الساعة، ما راح يأتي نبي غيره. اجتهد مجتهدون، طلعت سجاح في وسط بر شبه الجزيرة العربية قالت هي نبية ما فات، طلع مسيلمة الكذاب قال أنا بعد نبي ما فات، أشخاص كثر ادعوا إلى أنفسهم أشياء ما تمكنوا، وإدوا من لحظتهم من ساعتهم، ما حصلوا على أحد يروج لهم، ما حصلوا على أحد يصغوا إليهم ويصبوا إلى كلامهم وفكرهم، إلا ذكر النبي صلى الله عليه وآله ودين النبي وشريعة النبي وكتاب النبي وإسلام النبي. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. خلاص بعد هو هذا الدين الباقي والشريعة المحمدية التي لا زوال لها إلى قيام الساعة. الله جل وعلا أعطى واحدة من الأوسمة إلى رسول الله وسام الخاتمية، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم. خلاص بعد فهو باق ذكره إلى قيام الساعة، ورفعنا لك ذكرك. هاي بعد قول عند المفسرين. قول الرابع وأخيرا، قالوا ورفعنا لك ذكرك أي ارتفع ذكر النبي صلى الله عليه وآله من خلال ذريته الباقية. وهذا أيضا واضح جدا. شوف أنت الآن ذراري كثر، أنساب آباء وأجداد بس ما معروف أنا الآن أنتمي إلى منو في زمن رسول الله ما أدري، العوام ما يدرون، لكن مجرد ما يقال هذا سيد يعني رأسا ينتمي إلى رسول الله. هنيئا لكم يا سادة، رأسا ينتمي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. إذا قالوا هذا من الأشراف مثلا في مصر يعني هذا سيد، إذا قالوا هذا من الهواشم في الأردن يعني هذا سيد من أبناء رسول الله. بقي ذرية النبي إلى قيام الساعة، ولا تتوقع في زمن من الأزمنة ما راح يشوف سادة، على الرغم أن أكثر الضربات فيها يكفي في زمن هارون الرشيد زين على يد حميد بن قحطبة بن شبيب بن الطائي، نحر إليك 60 علوي في ليلة واحدة، ورمى بأجسادهم ورؤوسهم في بئر في جليب، لكن لا زال ذكر آل رسول الله باق. كل نبي ذريته من صلبه، إلا أنا فذريتي من ابنتي فاطمة. أرادوا أن يشككوا في هذا الكلام، قالوا لا ما يصير، بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعدي، آباهم غير، ما يصير تقول هذا من أبناء رسول الله صلى الله عليه وآله. ما نجحت هالخطة، ومثل هالفكرة أصلا ما تم اعتمادها، لأنه تم نسفها بالقرآن وبسنة رسول الله يعني بأقوال النبي وبالفقه أيضا، حتى من ناحية فقهية ما يمكن أن تفصل السادة أبناء أمير المؤمنين عن جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله. قضية هارون الرشيد مع الإمام الكاظم فيها دلالة واضحة، قال له لو قام رسول الله من قبره وخطب ابنتك زوجة قال أتشرف، قال أما أنا فلا يخطب ابنتي، ولو خطبها ما زوجته لأن ابنتي ابنته. إذن هم أبناء رسول الله صلى الله عليه وآله، وين ذاك الذي قال إنه أبتر يعني مقطوع النسل؟ فقد رسول الله 4 أولاد في حياته، طاهر ومطهر والقاسم وإبراهيم، لقبوه بالأبتر يعني مقطوع النسل، وإذا كلهم يتحولون إلى مقطوعي نسل، وين الآن سلالة هؤلاء الذين اتهموا النبي بهذه الكلمة؟ لكن النبي ذريته باقية ماجدة إلى قيام الساعة، بل صار هناك نوع من أنواع التكريم إلى هؤلاء لانتمائهم لرسول الله صلى الله عليه وآله. من أكرم ذريتي فقد أكرمني، ومن أهان ذريتي فقد أهانني. ورفعنا لك ذكرك، ذكرك باقي يا رسول الله من خلال ذريتك، من خلال أبنائك، من خلال أولادك بناتك الذين انتشروا في ربوع المعمورة، ما في مكان إلا ويشوف سيد،
الآن إذا تروح حتى بلاد الصين هناك شوف يقولون في قبور إلى أبناء السادة من أبناء رسول الله صلى الله عليه وآله، موجود لهم قبور في تلك الأماكن النائية والبعيدة، في الهند والسند الأماكن النائية والبعيدة انتشروا في كل مكان وهم أبناء رسول الله، وهناك محافظة على سلالتهم وعلى سيرتهم وعلى شجرتهم التي ينتموا من خلالها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. ورفعنا لك ذكرك، ذكر النبي باقي، هذا الذي الله جل وعلا رفع له ذكره ومجده وأعلى شأنه وجعل له مناصب قرآنية كثيرة، منصب الوسيلة والمقام المحمود والخاتمية ورفع الذكر وانشراح الصدر والرحمة للعالمين والرسالة لكافة الناس، في مثل هذه الأيام يغمى عليه تارة ويفيق أخرى، وكلما أغمي عليه ضجت الزهراء قالت ومحمده ومصيبته. يقول النبي لا زالت أكلة خيبر تباغتني حتى قطعت أظهري، أذت هذه الأكلة النبي صلى الله عليه وآله إيذاء شديدا، لكن مع ذلك ما ترك الأمة، لا زال مهتم ومشتغل قلبه بالأمة وهموم الأمة. في تلك الأيام وهو في مرضه في علته يهيئ جيشا بقيادة زيد أو أسامة بن زيد بن الحارث ويرسل مع المسلمين ويأمرهم أن يأتمروا بأوامره وينتهوا عن نواهيه، هو قائدهم. في الوقت الذي يأمرهم بالخروج معه يأمر عليا أن يبقى معه في المدينة ويبقى أمير المؤمنين ويخرج هؤلاء. وصار النبي صلى الله عليه وآله في داره عليلا مريضا ورسول وأمير المؤمنين يتعهده بالزيارة كل شوي، وجاي يزوره كل شوي، وجاء إلى عيادته ورسول الله يفرغ في أذن أمير المؤمنين العلوم والمعارف والقضايا والإملاءات، يملي عليه. تبين ترى هناك مخابرات في دار رسول الله توصل أول بأول ماذا يحدث بين علي وبين رسول الله إلى أناس في جيش ومعسكر أسامة بن زيد. ليلة من الليالي النبي نائم على فراشه، مرة واحدة جلس فزع وإذ به يقول لقد طرق المدينة شر عظيم. سبحان الله، جوف الليل، دنيا ظلام، نص الليل، طرق المدينة شر عظيم. شنو هذا الشر؟ ما بينه رسول الله. اتضح هذا الشر متى؟ يوم ثاني الصباح وإذا بباب رسول الله تطرق. من؟ نحن جئنا لك يا رسول الله. فتح الباب وإذا فلان وفلان وفلان معروفين جايين إلى رسول الله. ما الذي جعلكم تخرجوا من معسكري أسامة وتأتون مرة أخرى؟ شو جاي بينكم؟ طلعت لك الأعذار الواهية والسخيفة. هذا يقول أنا يا رسول الله نفسي لا تطاوعني، أنت مريض وأطلع أنا برا المدينة. ذاك يقول يا رسول الله أنا أخشى أن أسأل عنك الركبان، أسائل فلان وفلتان، لا أنا أجيب رسم الخدمة يمكن محتاج شيء يا رسول الله. وطلعت هالأعذار الواهية، النبي أطلقها كلمة في وجوههم، قال نفذوا جيش أسامة لعن الله من تخلف عن جيش أسامة، لعنة يعني طرد من رحمة الله. زين سمعوا الكلام، ارجعوا مرة ثانية، لا، من كان في المعسكر، من كان في الجيش شافوا هذا، لين أساطين تركوا المعسكر، هم أيضا تسللوا بالاثنين والثلاثة والعشرة وتفركش لك هذا المعسكر من أوله وآخره، وجاءوا إلى دار رسول الله صلى الله عليه وآله اللي عبر ابن عباس عنها برزية الخميس. التموا حول سرير النبي من كل جانب يحفون حوله كأنهم ذباب. التفت رسول الله إليهم قال آتوني بدوات وكتف لأكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدي أبدا. لن تفيدوا التأبيد، يعني مجرد ما تأخذون هذا الكتاب وتنفذوا فيه راح تعيشون حياة استقرار، ازدهار، رخاء، راحة، دعاء، مجد، تسود الأمم بها. اختلفوا في أمره،
جماعة تقول آتوه بما يريد، وجماعة أخرى تقول لا تؤتوه بما يريد، إلى أن خرج ذلك الرجل من بينهم وأطلق تلك الكلمة التي آذت قلب رسول الله. ما قال الكلمة وسمعها رسول الله حتى أغمي عليه من ساعته. ما تحملها النبي 23 سنة رسول الله يشتغل ليل ونهار حتى يرفع من مستوى وعيهم وثقافتهم ودينهم، ينتشلهم من براثم الشرك والضلال حتى صاروا كنتم خير أمة أخرجت للناس، وإذا مكافأة منهم إلى رسول الله هذه الكلمة. أرادوا أن يخففوها البعض، قالوا لا ما قال هالشكل، قال لقد غلب عليه المرض. غلب عليه المرض يعني صار لا يعي ما يقول، يقط كلمة وكلمة، كلامه غير موزون، مو متزن في كلامه، نفس المؤدى نفس المعنى مو أكثر ولا أقل. صارت البلبلة الفوضى الصراخ في دار رسول الله، لا حشيمة لا مروءة لا إلا ذمة. أفاق رسول الله مرة ثانية، قالوا أنا أتيك بما تريد، نجيب لك مطلوب. قال بعد الذي قلتم فلا، خلاص بعد الذي قلتم فلا، ولكن أوصيكم بأهل بيتي خيرا، قوموا قوموا انصرفوا عني فإني مشغول بنفسي. وقام أمير المؤمنين يدفهم في صدورهم وظهورهم حتى أخرجهم من دار رسول الله. طلعوا من الدار، أغلق أمير المؤمنين الباب، فتح الباب الداخلي، وإذا خلف الباب منه ابنته فاطمة. ما فتح أمير المؤمنين الباب وإذا بالزهرة تأتي مهرولة وترمي بنفسها على جسد رسول الله، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثم آل اليتامى عصمتان للأرامل تطوف به الهلاك من كل جانب. التفت رسول الله إليها، بني فاطمة لا تقولي هذا القول، هذا قول عمك يا أبي طالب، إذن ماذا أقول يا أبا؟ قال ولكن قولي وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ثم أغمي على نبيكم أيها محمد، غمض عيون وشيل لو ساد يا ابو حسين، بطل ونين المصطفى خير النبي، غربت عيني يا ابن عمي دس بليده، شوف يدير العين لنا ومد رجليه، وجبريل ينعى والفلك متعطل عليه، والمصطفى ينادي يا فاطم لا تنوحي، بطل البواج شعب قلبي يا حزينة، لازم يا بنت اليوم عزج تفقدين، وثوب المصايب عقب عيني تلبسين، ومنك كسرون العدا بالباب ظل. بني فاطمة إلي إلي أدناها من سرها سرا فبكت، وسرها سرا آخر فتبسمت وفرحت. سئلت فيما بعد يا فاطمة ما الذي أخبرك به رسول الله؟ قالت المرة الأولى نعى إلي نفسه فبكت، قال بني أنا محضر من الدنيا، هذه آخر أيامي يا فاطمة. المرة الثانية أخبرني أني أول أهل بيته لحوقا به،
أقول سيدتي يا فاطمة إذا أخبرك بأنك أول أهل بيته لحوقا به، هل أخبرك تردين عليه صحيحة البدن أو معلولة؟ خرت على أبوها ودمع العين سجى، إن كان ضلعي يكسرون بصاير الباء، وصل وصل كرار بي وصل أصحاب، لا حد علي يجتري يا قرة العين. ما إن فارق رسول الله الدنيا، الزهراء تقول هذا والجرح لما يندم والرسول لما يقبر. وإذا الجماعة اجتمعوا في تلك السقيفة يتنازعون عليا أمره، متفقين على أن لا يجعلوا النبوة والإمامة في دار واحدة، سرعان ما أقبلوا إلى دار الزهراء، يا علي اخرج وإلا أضرمنا عليك الباب نارا. قيل إن في الدار فاطمة، قال وإن؟ إن في الدار القرآن، قال وإن؟ إن في الدار الحسن، إن؟ قال وإن؟ اكبس الدار بمن فيها. الزهراء وقفت خلف الباب تريد تعالجهم في الكلام، قالت لا أذن لكم الدخول علي داري بغير إذنكم، إتل الباب لا ترمى علي حجاب. قميت للباب لكن ما علي حجاب، بس ما سمعني من لذت خلف الباب، عصرني وصدر عياب. أحسن الله لكم العزاء، وقفت الزهرة خلف الباب، إني أحرج عليكم الدخول علي داري بغير إذني. يقول خرجت علي فاطمة بوجه أعشى نوره بصري، إيش سويت يا مجرم؟ قال رفعت يدي ضربتها على وجهها. أحسن الله لكم العزاء، شيعة موالين، ترى هذه أيام تسقيط فاطمة. أحسن الله لكم العزاء، ماذا صنعت الزهراء؟ تخفت خلف الباب. يقول بانت لي أنامل الزهراء من بين شقوق الباب، أخرجت صوتي صرت ألم الزهراء على أناملها. ثم أسندت ظهري إلى الجدار ووضعت رجلي على الباب. أحسن الله لكم العزاء، فصار يعصر فاطمة خلف الباب حتى سمع تكسر أضلاعها. أيوة فاطمة خريت وخريل، محسن صاحت يا فضاء. خريت وخر المحسن صاحت يا فضاء، بالعجل دركيني ترى ما اقدر، انه كسرت ترى ضلوعي وجسم المرض، ولا بقت لي من ضربة المسمار قوة. أينك يا فضة؟ تعالي إلي. جاءت إليها فضة، قالت مالي لا أرى علي وين أمير المؤمنين، كيف يتركني خلف الباب؟ خذيني يا فضة وحيه دار الكرار، شوفي خبريه عن حالي وعن ضيم طحت بي. صاحت يا بنت المصطفى حيدر مشو،
قلبه على جمريل غضى لجلج تطوه الله لو شفتين حلالي المشاكل الله لو شفتين حلالي المشاكل ليث الحروب برقبته حطوا حمايل يمشي بطاعتهم ودمع العين سايل صاحت تبكي للقلب فارق سلو إن كان طلعوا بالوصيق ومطلعيني إن كان طلعوا بالوصيق ومطلعيني سيت العصر بالباب وتسقط جنيني قوموا نروح القبر جدكم يا بنيني أرد أخبر بين الدهر بعد إيش سوى أرد أخبر بين الدهر بعد إيش سوى الواثبين لظلم آل محمد ومحمد ملقا بلا تكفيني اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اشف كل مريض اللهم فك كل أسير اللهم رد كل غريب اللهم اغن كل فقير اللهم اشبع كل جائع اللهم اكس كل عريان اللهم سد فقرنا بغناك اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك يا كريم يا رب من كان في مجلسنا هذا طالب حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولهم فيها صلاح نسألك اللهم أن تقضيها وتيسرها له يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين إلى أرواح موتانا موتاكم من مات على الإيمان موت المؤسسين والحاضرين ومن مضى من هذا الجمع نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.